للمزيد حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض الكاتب الاقتصادي عبد الله العالمي. أرحب بك أستاذ عبد الله في نشرة أخبار الثالثة. كيف تتابع ويعني تقرأ وتحلل خطوات عمل الاتحاد الجمركي الخليجي؟ بداية السلام عليكم، أشكركم على الإضافة الكريمة. هذا يعني خبر جيد جدا اللي أذاعته اليوم. طبعا الإعلان عن تطبيق برنامج الاتحاد كان في 1 يناير 2003، يعني من 20 عام، لكن البرنامج الزمني هو أن يتم تطبيق البرنامج في يعني قبل نهاية 2024. في نقطتين هامتين، أن يعني المكاتب الاستشارية التي يعني تعاملنا معها أنه لابد أن تحقق هدفين. الهدف الأول تطوير المنافذ الجمركية بجميع دول مجلس التعاون. الهدف الثاني وهو أيضا مهم، تقديم مقترحات وآليات عمل، بس لابد أن تكون الآليات محددة لتطويرها حسب أحدث الممارسات الجمركية العالمية. هذه بالنسبة للدراسة الأولى. الدراسة الثانية كانت طبعا تتناول الاستراتيجية المستقبلية لمركز المعلومات الجمركي بأمانة الأمانة العامة مجلس التعاون الخليجي. فهذه كلها طبعا أخبار جيدة وأخبار هامة. وطبعا من الأخبار الأخيرة أيضا، نعم، وفد جمارك مملكة البحرين في الاجتماع السادس الذي ذكرت عنه منذ قليل. نعم، الكاتب الاقتصادي عبد الله العالمي كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك.